في مدينة ميد التابعة لمحافظة حجة ينطلق مئات الطلاب اليمنيين من كلا الجنسين، بعضهم بدون أحذية وأغلبهم يترجلون على أقدامهم، وقليل منهم بواسطة الدواب، ينطلقون في طريق صحراوي وعر ومتعرج. هذا المشهد يستمر بحمل هؤلاء الطلاب في أيديهم أكياس الدقيق والأرز الفارغة كحقائب مدرسية لحفظ كتبهم وأقلامهم، في رحلة تتجسد فيها المعاناة والمأساة الإنسانية التي تدخل عامها السابع، معاناة تسببت بها ميليشيات الحوثي بحسب المراقبين. بعد المسافة للطلاب، عدم مقدرة أولياء أمورهم على شراء حقائب الدراسية، أيضا الكتب الدفاتر والأقلام. تنتهي رحلة الطلاب اليومية هذه إما في خيمة أو خيام متعددة، وأحيانا في أكواخ، تلك التي أصبحت بديلة للمدارس وفصولها الدراسية التي دمرتها ميليشيا الحوثي. من الصعوبات التي تواجهنا في سير العملية الدراسية هي عدم توفير مقر لتدريس الطلاب فيه، لأننا ندرس تحت الخيام وفي الأشجار وبعض البيوت المبنية من القش. ثانيا، عدم توفير كادر تعليمي. الكادر التعليمي الذي اليوم يقوم بالتدريس هو كادر متطوع بدون مقابل. ويؤكد تربويون أن جميع المدارس في المدينة الساحلية مدمرة بشكل كامل ومحاطة بالألغام والعبوات الناسفة التي وضعتها ميليشيات الحوثي. هذا بعض الكتب اللي حصلناها في المدرسة اللي دخلنا لها المدمرة، وحنا نريد منهج، فحصلنا بعض المناهج هذه. كذلك حصلنا بينهن أبوات اللي هي أبوات ناسفة، حصلناها بين المنهج نفسه في المدرسة. في الأبوات الناس في هذه حصلنا كلهم بين المدرسة أكثر من 15 أبوة. وفي أيلول الماضي كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن أن أكثر من 2500 مدرسة تعرضت للضرر أو التدمير بسبب النزاع في مختلف مناطق اليمن، مما أدى إلى حرمان أكثر من 2 مليون طالب من التعليم.